صباح الخير يا متابعين فتح الفني الصباح لشركة وينز البروكر، هنضم لكم كريم مجدي اليوم 1 فبراير 2022 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تداولات إيجابية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، وده راجع أكيد في المقام الأول انخفاض الدولار خلال بداية الأسبوع على الرغم من تحقيق مكاسب أسبوعية الأكبر منذ ما يقرب من 7 أشهر على مدار الأسبوع الماضي، وده طبعا في نفس الوقت مع عدة تطورات أثرت على أدائه وعلى رأسه نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح رفع أسعار الفايدة خلال شهر مارس أو مع بداية شهر مارس، ولكن طبعا بعض المستثمرين توقعوا أن صناع القرار بيحضروا الأسواق لمزيد من الارتفاعات أو الزيادات بوتيرة أسرع، وطبعا الوتيرة دي يعني في قلق إن هي ممكن تخفف من توقعات النمو في المستقبل الاقتصاد الأمريكي. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق، ما كانش عندنا بيانات هامة نقدر نتكلم عليها، ولكن النهاردة في انتظار بيانات هامة من بريطانيا زي مؤشر مدير المشتريات الصناعي المتوقع ل 56.9 والشهر الماضي كان 57.9. أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر مدير المشتريات الصناعي المتوقع ل 57.5 والشهر الماضي كان 58.7. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الأداء الإيجابي والارتفاعات وثبات السعر أعلى ل 34.45، وده إيجابي على مستوى كل المؤشرات، ده إيجابي على الإي إم إي على السعر، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، أداء إيجابي على مؤشر فلات ترند، ولذلك تتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر ال 34.95 علشان يروح ل 35.50 وراها ال 36 فلات. مرة تانية كسر ال 34.95 وراها ال 35.50 وراها ال 36 فلات. السيناريو الآخر معاكس بكسر ال 34 علشان يروح ل 33.55 وراها ال 33.20. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.